ستي فاطمة. أيوة اتفضلي يا ستي فاطمة. أيوة اتفضلي اتفضلي، اسمعيني من التليفون يا فاطمة مش في التلفزيون لو تكرمتي. يلا. ماشي تمام. يا فاطمة. ماشي تمام. أيوة معاك. يلا ها قولي سؤالك. بقول لحضرتك معايا أخويا الصغير. اسمعيني من التليفون يا فاطمة مش من التلفزيون الله يرضيكي عشان ما تضيعيش الوقت. طيب بقول لحضرتك أنا معايا أخويا الصغير عنده 13 سنة. نعم. 14 سنة. ماشي. بيمد إيده على علينا كلنا وإحنا إخواته كلنا أكبر منه. إيه السؤال؟ وبيدعي على أمه. إيه السؤال؟ ما هو السؤال إن هو ماما شقيانة عليهم وبتشتغل عليهم وهو قليل الأدب جدا وبيمد إيده على أي حد فيهم، فماما مش عارفة تعمل معاه إيه وبتدعي. طيب. عليه دعاء كتير قوي. طيب حاضر 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 حاضر. اللي بعده يا سيدي، أم فاطمة أمرين لازم تعمليهم. أول حاجة الولد ده محتاج دكتور تعديل سلوك، نودي مش دكتور نفسي، لا دكتور يعدل سلوكه. بقى في دكاترة دلوقتي تعديل السلوك، العيل لو عصبي، العيل لو بيسرق، العيل لو بيشتم، العيل لو بيضرب، العيل لو عدواني، ده محتاج دكتور تعديل سلوك. وتدعي له ما تدعيش عليه، تدعي له ما تدعيش عليه، دعائك عليه لن يزيده إلا عنادا، ولن يزيده إلا إصرارا، ولن يزيده إلا استكبارا، فادعوا الله له بالهداية.